اسمع الموسيقى اسمع، يعني مش كل يوم بيطلع لك هيك صوت. قريب صورها هون. لك قريب قريب. يلا وهي هاي كبسه، هذا كبسه بعد، وهي كبسه. ربيع حلو هالمكان، من وين ناقشه؟ تحكيني؟ ايه طفي لتسمعني. بقول لك حلو هالمكان، من وين ناقشه؟ ليك هيك بدك تسألي عمي صراحة. ليش وينه عمك؟ الله يرحمه عمي توفى. اه قلت لي توفى ما؟ لا وقير وقير. إنه زلمة قرى الدبحة يعني، عشان طلعوا فيه. طب الله يرحمه. ليك لازم يصير عندك امضى. بركي هيك بتصير بتذبحهم بتقطع لهم روسهم وبتشكشكهم باماكن عامة. ايه انت عن جد ما عم تفهم شو يعني بدك تروق شوي. ايه خيي طلع فيك. شايفني داعش؟ انا شكلي داعش؟ لا. على فكرة فينا نعمل كتير قصص بهذا المكان. فينا ندهن، نظبط اشياء، نغير الديكور مثلا يعني. اعملي اللي بدك اياه، شو بدك تعملي بس على حسابك. حساب الانتاج ربيع، حساب الانتاج. انتاج انتاج اللي بدك اياه، شو فرق معي انا. ليك يلا فوتي معنا بالبرين ستورم، شو لازم يكون امضاؤه؟ فيك مثلا انت تصير الميكانيسيان القاتل، انه بتشك له مفك براغي بعينه، تكسر له راسه بشيشيكوش. تأخرتوا هيك قصص. انت عم تحضر كثير افلام. ايه يا خي بدنا نشوف دم يا زلمه، بعد هلا ما شفنا ولا نفس الدم. نفس خفت شوي. العالم بتحب تشوف دم يعني. طيب ليك شو رايك بدحش مفك البراغي بتيز جاك بشد له بيضه؟ اسمه مارك. تيز مارك. انت بحسك ما عندك مشكله بتدحش دحش بتيزك، ما هيك؟ دحيش يعني. شكله جاك ضيوف. مارك جاي مباركولك بالبيت الجديد. لقيت الكاميرا، روح تخبى وروح صور. يلا روح عسل. السلام عليكم. السلام يا حاج. كيفك؟ كيفكم يا شباب؟ الحمد لله تمام. شو عنا تصوير اليوم؟ عم نريح شوي هلا بس. اها منيح. جاي شوف اذا عايز شيء، بدك شيء، ناقصكم شيء. سلامة قلبك حاج. ما ابدا خير. يلا بتحكيني كلمتين على جنب المعروف. اللي صار امبارح انا ما بديت احكي شيء. ها اللي صار امبارح ما بدي احكي. سمعنا؟ بامرك بس. لانه عيب جد منطقه. سمعته؟ أنا بالنسبة لي خلصت دغري بأرضها. كلام سمعت الشغل؟ أنا سمعت بس أكيد ما بتصير. فهمنا؟ سأله فهمت؟ وأنت فهمت هو فهم؟ بأمرك يعني. أنا فهمت. يلا يعطيكم العافية. بدك شيء ابعت وراي. بدي سلام تلمك. الله معك يا حاج. يلا نمشي. روح. ربيع كان حدا كتير راسه تنح، كتير يابس، وكتير كان صعب نتعامل مع هيك شخص، وكلنا كنا بنعرف هذا الشيء، خصوصا بس يكون الموضوع صعب مثل موضوعنا وخطير. شتاق
قلت له لسامي خلص كل خرا مارك. انا حروح صوت باربر. ها فيها بروم بروم صورني شوي. لحظه شوي، كانه ما بتطمن هالكبسه ولا انا الوحيده هون اللي مش مطمنه؟ مع اساس الكراج مكان سري يا ربيع وما حدا بيعرف عنه شيء. ايه سري بس مش على مروان، لكن الحاج بيعرف كل شيء. والله شو يعني بيعرف كل شيء؟ بيعرف شو عم نعمل يعني؟ ايه ممكن كتير يكون يعرف شو عم نعمل. هداك الاجدب اللي كان اسمه كرم، شو وضعه هاد؟ كرم له وقته، انت بس روق روق. انت عارفين انه هو عضل على الفاضي، خلص نسيه بقى. شو رأيك تخبرنا شوي عن حالك للجمهور يعرف عنك أكتر؟ حلو يكتشفوا لحالهم. كيف بتقتل؟ كيف ما بتحس شيء وانت عم تقتل؟ وليه بتقتل؟ شو السبب يعني؟ أنا بقتل لأنه أمي ما ردعتني أنا وصغير. أبداً ماني مضطرة أسمع سؤالك. شو بتقلك عن جد يعني؟ مثلاً بدك أحكي شيء؟ ليك إذا ما بتتضايق فينا، إذا ما بهيدا صورنا بنصورك يلا. ليك انا امي، ليك ماما ماتت بالانفجار طلع ب 88، انا كنت كتير صغير ما بتذكرها منيح، بس هيدا النهار ما بنساه. بيي كان اخذنا على مطعم تساقط انه قريب على رمل الظريف، بالنزله كان في موكب لاحد السياسيين اللي قاطعين، نزلت ماما من السيارة وبي كان بده يلاقي محل صفي، نزلت الماما وصارت بعيدة شوي عنا وطلع الانفجار. وقت وصلنا كان في كتير شقف عالم ما قدرنا نميزهم. بي تعقد ونحنا ماما جمعولنا إياها بكياسة، لوقت فرطناها تبينت ان ماما كانت احلى بكتير مما كانت قبل. اعطونا قطعه كتير حلوه. حبيبتي المخلوقه تعرفت على مهندس الماني وراحت معه. صدقتي عن جد؟ ليك مش جلال، ليك مش جلال. انا وربيع ربينا سوا بحي الصعود. تعرف انه صعود يعني صنف بالعربي هيك؟ شو هالصدفة يا زلمة؟ كرم كمان كان من المنطقة بس انه طول عمره خرا. المهم انا طلعت من المنطقة رحت اتعلمت بالجامعة، بس بقي ربيع هونيك وبقي بجو المنطقة وبزعرانة يعني. يا مارك ايو مارك تعال صورنا عم ناكل يا زلمة. شو شو؟ صوركم عم تاكلوا؟ ايه اللي عم تسأل المخرج عم بقول لك صوروا بتصوروا ما تسأل. في الحل اللقطة؟ ايوه اللقطة. يا الله بياع الفلافل كثير ثقيل ما حبيته ابدا. ما عم يقتلوا؟ يا بدك تقتلوا؟ نحن بدي يقوم زلمة معتر بلف له 100-150 سندويش بالنهار، تهرز له عليها شوي ما عليها يعني شو المشكلة؟ ما وحى على فكرة، أنا ما بدي إياه يموت يعني أحمد، بس عم تاني شي نحن اتفقنا انه ما بدنا نضل نقتل هيك على رايحة وجاية، ما بدنا نقتل مين مكان، ما هيك يا احمد؟ مندوعة على العقلية اذا طيبة، بس ما شكلها يعني شوقتوني. شو؟ شاورما؟ ما بعرف شو فلافل؟ لا ما بحب. كول 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 شو عجل كول كول يلا بشوف. ما بحب بدي شوف حالك هيك عم يحرق كول يلا. عجل 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 بصت فيها فرجيني كيف مبسوط عيبة؟ يلا فرجيني الشهيد خلصوا خلصوا أحلى ما طعميك إياه أنا خلصوا لا الساندويش يعني ما تفهمني غلط. هيك بفكر نفتح لك صفحة فيسبوك وتويتر. فيسبوك عندي فيسبوك. أحمد أنت ليه مصر تفتح العيون علينا؟ يا عمي ما بدنا نستعمل له اسمه الحقيقي، نعمل له لقب مثلا. عندي لقب عندي لعب
محسوبة كماسطة. ما فينا كمان نستعمل لك شي بيعرفوك فيه، ساعتها عن جد بنفتح العيون علينا، ما هيك نرمين؟ بيكون أحلى بعد ما العالم يعرفوك هن يصيروا يعطوك لقب، هيك حتى بيصير مع السيريال كيلر مثل بوفالو بيل وزودياك كيلر والأخبار كلها. شو شو بيها الأخ الشرموطة حرق الهاتف؟ حالك سمية يا سلام، حالك سمية. ماشي أنا بفرجيك، أنا بفرجيك، أنا بفرجيك يا أخي المملوكي، أنا بفرجيك. ربيع عنده انجل ايشوز من نحن وصغار، هو هيك. نحن شو اتفقنا؟ كسخت شو اتفقنا؟ كسخت شو اتفقنا؟ انه هيدا السبب اللي هو بيقتل، بيعصب، بيفقد السيطرة وبيقتل. بس هاي شخصية مشكلجة مش سيريال كيلر. هيدا الشيء اللي كنت انا عم جرب غيره من اول البروجي. صار لازم اجيب لك فرد. عندي فرد. ليه ما بتظهروا معك؟ إذا كان قلت بفاسة بنصدي رب العشق أنا الزلمة؟ كسخت إذا هو وقالة. طيب الشاي؟ أخلك شو عملوا بهالرملات؟ بيعون؟ بنيك أمه تبع السيرفيس. طول بالك ما بدك كل هالقد. كان لازم تسكر رصاصة بأرضك. ما طبيعي شو تايس أمرك. أنا زهقت. طب شو رأيكم نروح نفتل شوي؟ يلا. في مرة كنا صغار كنا سهرانين أنا وربيع، كان عمرنا 19 سنة، ومثل العادة يعني ربيع عمل مشكل. هيدا الشخص اللي عمل معه مشكل كان كبير وكنا بمنطقة مقفية، وربيع عادة بيجحش بالمشاكل، بس هالمرة كانت غير كل شيء. بتذكر انه وقعوا على الارض للزلمة وصار يلبطوا على وجهه. صار ربيع يكون عم يعني كان عم بيضربه وعم بيضحك. انا هون حسيت انه هالمرة كانت غير كل المرات. بتذكر صرت اسمع صوت وجهه للزلمة هو عم يدعسه، صوت العظام عم بيتكسر. بقيت مصاريني، بس ربيع كان عادي يعني كان عم يدخن سيجارة. ليك ربيع حدا منه مثلي ومثلك، انه القتل عنده غريزة يعني بحب يقتل. فكرة كتير بعتقد انه ربيع لازم يكون عنده سبب ليقتل، ما فينا نضل عم نقتل بطريقة عشوائية. بعد ما قتلنا حدا سامي لأنه بحس إنه الأشخاص اللي بيكونوا عم بيشوفوا هاي الأفلام حيحسوا إنه ربيع مثله مثل داعش، يعني إذا ما كان في سبب حقيقي للقتل. مين قال لك داعش ما عندهم سبب مثلاً؟ رأيك؟ بعرف أحمد إنه عندهم سبب، بس أكيد هو الشيء الغلط، يعني السبب الغلط، عرفت؟ بالنسبة لإلك السبب الغلط، بس بالنسبة لغيرك يمكن هني عم يقتلوا للسبب الصح. بس نحنا بالنهاية ما بدنا ننسى إنه نحنا عنا منتج وعم نسوق لهذا المنتج، وربيع بالنسبة لإلنا بس يقتل بيكون للسبب الصح، بنعرف نحنا هذا الشيء. لأنه هو عم يقتل عالم مش مناح، متحرشين ولا مغتصبين ولا إلى آخره، عرفت؟ ليك أري شي لبكر؟ لا ما بعرف. لا بكر الصديق شو بليك هون؟ من بكر الصديق يا خي إرنست بكر، فيلسوف أمريكاني. إيه تعلمناه بالجامعة. شفت كيف بيعرفوا؟ يلا هات أتحفظ. هيدا الزلمة كاتب كتاب اسمه Denial of Death، بيقول فيه إنه نحن بنعرف إننا رح نموت، وهيدا الفكرة بترعبنا وبتخوفنا كتير، فمنجرب عن جد انه نخلق قصص لخلينا نهرب من هالفكره. طب لا الفلسفه ما بحس الى داعي، يعني كونك انت موجوده ضمن مجتمع معين تابعه لديانه معينه تابعه لفلسفه معينه، بيكون حاسه حالك موجوده بقلب نظام خالد ما حيموت، هو بيسميه immortality systems. اعطينا اعطينا هذا السي دي من عندك ما تزعل. يعني بالنسبه لبكر انه لتآمني انت بقلب بهيك نوع انظمه او بهيك نوع تفكير، لازم على طول برهني لحالك وتبرهني لغيرك انه هيدا هو الشيء الحقيقي وماشي تاني، وعلى طول كل شيء غيره بيكون غلط. مشان هيك البروتستان بيقتل الكاثوليك، مشان هيك مثلا الامريكان بيعتبروا انه الشيوعيه مش منيح، مشان هيك داعش بيعتبروا انه كل شيء تاني مش منيح، مشان هيك الملحد بيعتبر انه كل شيء ما منيح جاي من ورا الدين مثلا. شو خص الدين؟ شو خص الدين بالموضوع؟
هذا الحديث كله شو خصه بربيع؟ يعني بالنسبة لبكر إنه نقدر نطلع من هالدوامة على طول لازم نلاقي شيء جديد نعمل فيه. يعني بيكون كتير حلو إذا ربيع ببلش يقتل ليعطي العالم شيء جديد يأمنوا فيه مثلا. يا الله يا أحمد بعد ناقص بس لأنه أشياء نأمن فيها. خلاص طوشتون عطي حدا ما حكي ما لا أنت بعد ما حكيت شو رأيك تفوت بالموضوع أنت يا شوف أنا؟ إيه أنت داعش؟ عن داعش؟ اسمع اسمع حبيب اسمع اسمع وكتب لك انه وصلنا لحد اتفاق زين. الفل كبير الخير عامل ايه؟ الحمد لله انت كويس؟ ماشي الحال يا رب دايما. ازيك يا عسل؟ منيحة اضحكي عجبتك؟ اه يا راجل يا بختك. اه انت تركي؟ انا تركي شافني شكلي تركي حلو مسمسم كده. ايه ده انتوا بتصوروا ايه؟ لا تخاف عم اصور بس لقدام. اه عشان ما بحبش اطلع في الصور. عايز تشتهر؟ لا لا انا بصفي خليني كده احسن. كام يا باشا؟ فولة؟ ايه فولة فولة اثنين خد لك هيدا هذا. احمد عم فكر انه منيح الحديث اللي كنت عم تحكيه وماشي حاله بس ما بحس في داعي تفلسفي لربيع اللي بلا عازة عرفت؟ وبالنهاية ربيع السفاح مش انت يعني بحسن مش هيدا كمان قتله؟ ايه خل منيوك هيدا هو بنزل بفرما؟ بقى كيف بدنا نقتله؟ كيف بدك؟ مندعس بالسيارة شو بتدعش مع مين تاكي عبيه كيف بتدعش؟ ليك ادفعي له خلق يلا 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 ادفعي له خليه يوقف يلا لا حبيبي شو هي يا اخي انتو نزل فل خي نزل فل بس بلاها بس شيلها اي حاجة خي عمل لك شيلها عم الفل خي عشل بسرعة 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 يا معلم فل الله دي اتكسرت هي كانت مكسورة اصلا خد خد عشان تبقى تظبطها خد ابقى صلحها خد ما تزعلش ربنا يعوضك الكسره اوعى تزعل نفسك قول له ما يزعلش لا بس